نمشيو للجزء الثاني اللي تكون جي دالة على المعرفة على المجال صفر بلس انفيني بما يلي، وعندنا دالة أخرى اللي هي جي إكس كتساوي دونك أنا عفوا على جي هي واحد ناقص إكس سيتنان واحد ناقص أنا إكس هي وليكن انسجام الحالة على جي في معلم متعلم منظر الشكل دونك عطاونا المنحنى تاع الجي هو هذا النوكلو كوب اللي احتاجناه روعة احتاجناه دابا من النوكلو دونك عندنا صفر صفر واحد زوج ثلاثة إلى ذلك ألوغ هنا واحد زوج دونك المنحنى جاي على هذاك الواحد طالع هنا كدا هو السي عشان كدا هو المنحنى ألوغ واحد تاني كبير دابا واحد ألف شنو قال لي الحد المياني عند حلول المعادلة دونك المعادلة أو حلول المعادلة جي لإكس تساوي صفر هي نقط أو هي أفاصيل نقط تقاطع وشنو معنى جي إكس تساوي صفر يعني تقاطع المنحنى مع محور الأفاصيل تقاطع سي إف مع محور أفاصيل هذا هو الحل ديال جي إكس تساوي صفر أي إكس تساوي واحد أو لا أنا قال كي عدد لأن أنا ما عرفناش الحل عرفناش قال كي حديد عدد الحلول إذن حلول عدد حلول المعادلة هو أو لا إذن المعادلة جي إكس تساوي صفر تقبل شحال من مرة كتقطع من المحور بس واحد جوج مرات حلين على دي جي صحيح دونك تقبل حلين دونك هو السؤال ب نعطى جدول القيم أو واحد هنا بين أن المعادلة أو تقبل حلا ألفا بحيث ألفا دونك هنا هما مقارنة القيم الوسطية ب أو هذا هنا دونك شنو هو المجال خصنا نديرو أن تقبل حل ألفا وهذا ألفا محصور بين جوج فاصلة جوج وجوج فاصلة ثلاثة إذا غندرس الدالة على هذا المجال خصنا ندير أنها متصلة ولا تيبا قطعا على هذا المجال متصلة ولا تيبا قطعا وكذلك نبين أن صورة هذا العدد في صورة هذا العدد سالب يعني صفر محصور بين صورة هذا العدد ومحصور بين صورة هذا العدد إذا كما كتلاحظوا من المنحنى هو من زوج فاصلة جوج اللي هي هنا تقريبا حتى جوج فاصلة ثلاثة تقريبا هنا دالة على التزايدية متفقين دونك لدينا جي تزايدية ولا متصلة نقدر نقول من المنحنى احسن انت ب من المنحنى لدينا جي متصلة بتزاوية قطعا على اشنو زوج فاصلة جوج زوج فاصلة ثلاثة من النهاية متصلة شنو قطعا متصلة تزايد هي تزايد صحيح يعني دونك مادام متصلة بتزاوية قطعا يعني ولا هو اسمح لي هو جي لي زوج فاصلة جوج في جي لي جوج فاصلة ثلاثة تساوي جوج فاصلة جوج هي ناقص صفر فاصلة صفر جوج ناقص صفر فاصلة صفر جوج في المربع بينها هي صفر فاصلة 12 يعني سالب يعني سالب شنو كتعني هذه سالب؟ أي صفر محصور بين تزايد هي محصور بين جي جوج فاصلة جوج اللي هو هاد الطرف الثاني ديال المعادلة و جي لي جوج فاصلة ثلاثة إذا المهم تعبر على مباراة القيم الوسطية بطريقتك دونك هذه هي الطريقة اللي شرحتها وتعبر بطريقتك اللي كتعرفها صحيح؟ يعني نقدر نغير التعبير غير التعبير أما الفكرة نفس الفكرة كتعاود غير التعبير اللي كتغير إذا جي لإكس تساوي صفر تقبل ح
هل أحيد ألفا على المجال؟ دونك ولا هل أحيد ألفا على المجال؟ أين هو؟ ولا ديريكتومون بحيث باش نديرو شي وقت بحيث دونك تدخل على الواحد ألفا بحيث ألفا فين هذا المجال؟ هو جوج فاصلة جوج؟ جوج فاصلة ثلاثة، هو معناها المجال يعني مكسورة بين جوج فاصلة جوج وجوج فاصلة ثلاثة مزيان. دونك صحيح زوج الألف سالينا مع هادي دونك جي إكس يعني إكس يساوي واحد و إكس يساوي ألف صحيح. دونك السؤال الموالي دونك بين أنه مستخدم ذات المعادلة أو لا زوج الألف تحقق أن اف اكس ناقص اكس تساوي جي اكس على اكس دونك هذه واضحة الأمور لدينا خصنا نتحققوا أن اف اكس على ناقص اكس كتساوي دونك اف اكس ناقص اكس كتساوي اف اكس هي واحد على اكس واحد ناقص ألان اكس ناقص اكس تساوي واحد المقام واحد على اكس واحد ناقص ألان اكس ناقص فاش ضربت هنا نضرب هذا الشيء كامل يعني اكس في اكس اكس في اثنان في واحد ناقص ألان اكس تساوي هذه شناهي هذه هي الجي دونك هذه هي الجي ولكن قال لي سمعنا هي هذيك صافي دونك هذه هي الجي واحد ناقص يعني تساوي جي في اكس على اكس واحد ناقص ألان اكس صافي نضرب عليه بين أن المستقيم دلتا الذي معادلته بإكس وإكس يقطع منحنى السير في النقطتين التي نفصلهما واحد وألفا ألوغ ب سي إف يقطع المستقيم دلتا الذي معادلته إيكغيك تساوي إكس في النقط التي أفصلها x بحيث النقاط هنا الوسط تاعها x بحيث ماذا f x تساوي y اللي هي x f x تساوي y اللي هي x يعني f x ناقص x تساوي صفر علاش درت ناقص x باش نخرج هذه اي وهذه شنو هي جي x على x في واحد ناقص ألان x يساوي وهذا ما يمكنش يساوي صفر لأن المقام يعني جي إكس هي اللي كتساوي صفر أي ديجا لقينا الحل تاع هادي دونك هو إكس تساوي ألفا ألفا صحيح إذا سي إف يقطع دونك سي إف يقطع دلتا في إكس تساوي واحد و إكس صافي سالينا مع داء جيم ممكن نسأل هذا الشيء جيم من سي جي عدد الإشارات جي على المجال واحد ألفا وبين أن ممكن اف اكس ناقص اكس أصغر من صفر لكل اكس إلى غير ذلك ألور من منحنى لدينا دونك جي اكس من واحد لألفا هادي ألفا هاي من واحد لألفا اللي هي جي تحت الصفر يعني سالبة هادي أنا جي اكس صام صفر على دونك دارها داخل ولا خارج دارها داخل المجال نديرها يساوي واحد لألفا طيب إذا من واحد لألفا غتكون أصغر من صفر وبين أن اف اكس ناقص اكس أصغر من صفر ولدينا اف اكس ناقص اكس كتساوي جي اكس على x واحد ناقص ألان x إذا باش نعرفو الإشارة نتاع هذا خصنا ندرسو الإشارة نتاع هاد الشيء هذا صحيح دونك الشيء اللي صعبناها سالبة قلنا الإشارة نتاع هادي وهادي و هادي اللي تحت x كدايرة و على المجال تاعنا واحد ألفا لدينا x راه موجب قطعا هذا سالس معاه و جي لي x راه أصغر من صفر هو
وبالنسبة لهذه كيفاش نطرها دونك عندنا إكس كدير محصور بين واحد وألفا لحقاش على هذا المجال يعني ندخلو الألم ألم واحد صفر ألم إكس في ألم إكس ألم ألفا دونك ألم ألفا ماشي مشكل وألفا أصغر من ألم علاش لحقاش ألفا محصور بين جوج فاصلة جوج فاصلة ثلاثة ولا كتساوي جوج فاصلة سبعة يعني ألفا أصغر من ألم علاش دارت ألم إلا باش من ندخل الألم تعطيني شي رقم متعطينيش إلا ألفا معرفتهاش ندخل ليها الألم مبغيتش نعرف الرقم إذا غنديرو ألم إن ألفا أصغر من ألم صحيح يعني ألم هي واحد صحيح هي ندير واحد ديال إكس يعني نديرو دابا ناقص ألم إكس ترتيب غيتغير ناقص واحد صفر نزيدو الواحد لكل طرف هذا يعني واحد ناقص ألم إكس الأول يساوي أول يساوي نقطان نقطان أول يساوي أول يساوي نقطان ألا سمحوا لي الألم ما تساويش صفر خاصها نقطان صافي خاصها يكون نقطان هنا الألم ما تساويش صفر مزيان الله زيد سمحوا لي أول يساوي أول يساوي وأنا مسكرش بيا دونك غادي تقلب ترتيب لنا عفوا ما تقلبش ترتيب غنزيد واحد لكل طرف دونك هنا لازمنا واحد صفر هنا لازمنا واحد الو شنو هادي موجب هذا هو المهم هادي موجب اذا هذا موجب وهذا موجب وهذا سالب يعني اف اكس او لا يعني هذا اكس جي اكس على هو اكس في واحد ناقص هذا هي سيكون سالب لان سالب على موجب في موجب عندنا سالب ياك جي اكس صفر 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 يعني اف اكس وهذا هو هذا اف اكس ناقص اكس اصغر من صفر تبقى دونك سيجاوبنا على السؤال على هذا المجال عندنا اف اكس ناقص اكس اصغر وشنو هذه بين قوسين بين قوسين كتعني ان السي تحت دلتا لحقاش هذه شنو اف اكس ناقص اي كاي ناقص تاع دلتا اصغر من صفر يعني سي اف تحت دلتا على هذا المجال هذا فين هي واحد راه تحت صحيح وفي جهه اخرى راه فوق 100% السؤال الاخير غنمشي في المعلم او اس جي المستقيم ديال الطول على سي اف دونك نمسح هاد الشيء ونرسمو ولكن انتبه المغرب عليك رقم السؤال ثلاثة الله يبارك فيك الوالد نشوف عطاك السلال جو سونتيم هو دار جو سونتيم بلا ما تضيع وقتك دالة من الصفر حتى بلوس انفيني سمحوا لي هنا في جدول التغيرات راني ما درتش كلش المعطيات في الزيرو بلوس قينا بلوس انفيني في الام قينا بلوس انفيني في الاو بلوس قينا مولا فيني في بلوس انفيني قينا زيرو ضروري نسيتها قبيلات دونك الدالة كتكون تحت وكتكون الفوق وندير المحل على الوسط غدير جوج سنتيمتر مع ذلك كنت ديجا غدير جوج سنتيمتر انت راه ماشي ندير جوج سنتيمتر لان عندي صبار صغار انت خاصك دير جوج سنتيمتر ضروري ما نسخر شوية لأنه ما غاديش يكفيني الطابلة غير نطلع هذا عليك من هنا لهنا دير جوج سنتيم ومن هنا دير جوج سنتيم بالمسطرة علاش دق داكشي كان ما غاديش تكفيني داكشي باش درت مستقيم بداو مستقيم دلتا مستقيم دلتا إيكغيك يساوي إكس يعني صورة الصفر هي الصفر صورة الواحد هي واحد هذا هو دلتا زيرو بليس عندي بليس انفيني في زيرو بليس عندي بليس انفيني
صورة الواحد هي واحد، صورة الواحد هي واحد قيمة دنيا. دونك E بلس باغون E مقارب عمودي، E X تساوي E مقارب عمودي، دونك E هي 2.7 هي X تساوي E مقارب عمودي. كذا هو إكس تساوي إو، وكذا مقارب عمودي وهذا مقارب أفقي، جوا بلس إنفيني، دوك كلهم ديجا شفناهم. دونك ليميت في الأو موان هي بلس إنفيني، في الأو على سطح أو بلس إنفيني هكا، بين شوف معايا مزيان، بين الواحد والألفا، الألفا هي راه جاية 2.3 و 2.2 يعني تقريبا ألفا. بين الواحد والألفا المنحنى راه تحت المستقيم، وبين الألفا الفوق راه فوق ولا 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 المهم ما يهمنيش أنا غير هنا لتحت. دونك هنا كيقطع المنحنى كيقطع دلتا في ألفا وفي الواحد، في الواحد وفي الألفا كيقطع دلتا، هي زوج ياك. ألوغ المنحنى هنا غيكون باين هكا، هنا القيمة الدنيا بحال هكا، وهنا غيكون تحت وهنا الفوق. كذا هو المنحنى بالضبط بحال هكا، طيب هنا مقارب في الأو بلس، في الأو بلس عندي موان إنفيني راه مقارب عمودي، وفي بلس إنفيني عندها زيرو، في بلس إنفيني عندها زيرو، يعني زيرو هو بالضبط. دونك احترمت كل المعايير ورسمت المنحنى سي إف إذا بدون نقاش، المنحنى هو هذا صحيح. دونك سالينا المنحنى، نمسح هادشي هذا. دونك الله غير تشوف المنحنى راه كيحترم كل المعايير. إذا ربعة ألف دونك نبينو عندنا واحد على جذر نتاع واحد على إكس، واحد ناقص على إكس دي إكس كتساوي على زوج. دونك الأمور بسيطة معندها حتى شي مشكل. هنا غير لاحظ يعني عطاك مساعدة، ولكن بلا ما عطاك مساعدة تقدر تفكر في هذا مساعدة. ألو تكامل من واحد خصني نلقى الأصلية، ما عطانيش تغيير وتغيير ولا عطاني مكمل من الأجزاء ولا، خصني ندير الأصلية نتاع حد، يعني نكتب شي حاجة فتحها، هادي نرجعها على شكل شي حاجة فتحها، صحيح؟ ألو غادي شنو تساوي؟ واحد على إكس فوق كل على واحد ناقص على إكس دي إكس تساوي المهم هادي نكتبها هنا ونسيت مكتبتهاش، نكتبها هنا ودير تساوي من واحد جذر أو. ألوغ واحد على إكس شنو هي؟ اشتقاق تاع على إكس تقل، وقولا درنا ناقص على واحد ناقص على إكس تاعها، هادي هي واحد على إكس، علاش؟ الشيخه تاع الاكس واحد على اكس مع الناقص تعطينا ناقص واحد على اكس صفر، الناقص مع ناقص ولي زائد واحد على اكس، يعني هادي هي هادي تلقي على واحد ناقص على اكس. وشنو هي الناقص؟ او عفوا الناقص تبقى على الله. وشنو هي افتح على اي؟ هي الان إلا داك الشيخ تاع على جميع هي الشيخ تاع لي داخل على هذا. شنو هو على إيه؟ شنو هو الشيخ تاع على إيه؟ هذا هو ياك، وهاد ناقص يخرج على برا متفقين ياك، يعني الأصلية نتاع هادي هي هادي لي داخل أصلية نتاع هاد الشكل، وهي هادي لي درنا فتحة. إذا تساوي ناقص ألان كمطلق نتاع واحد ناقص ألان إكس من واحد جذر، إذا تساوي ناقص تبقى على برا، نعوضها في جذر أو، ألان واحد ناقص ألان جذر أو ناقص ألان المطلق نتاع واحد ناقص ألان واحد، صحيح؟ تساوي ألان
النقص ما يزالش. هذه جدال اوجنية هي اوس واحد على جوج، يعني واحد على جوج الان او، يعني واحد ناقص الان قيمة اخرى واحد ناقص واحد على جوج الان، لانه شنو قلنا الان جدال او شنو هو؟ هو الان اوس واحد على جوج، يعني جدال او اوس واحد على جوج كتساوي واحد على جوج الان، هذه عرفناها. دونك قيمة مطلقة ناقص الان واحد ناقص ال واحد هو صفر، يعني ال واحد هي صفر، يعني صفر صحيح، هذه مشات صفر وتبقى هي هذه، هذه ال هي واحد، وواحد ناقص واحد على جوج هي واحد على جوج، يعني تبقى ناقص ال واحد على جوج، وناقص ال يعني واحد ال واحد على شنو هي ناقص ال زوج، مع ناقص ولي زائد ال سالينا السؤال ألف. السؤال باء، مساحة الحيز المحصور بين السعاف باء، مساحة الحيز المحصور بين السعاف و دلتا و إكس تساوي واحد و إكس تساوي جدال، أمور واضحة و بسيطة. دونك شنو هي هذه المساحة؟ هي اس تساوي تكامل القيمة المطلقة، ما ننساش اولا ندير داخل القيمة المطلقة، ان المساحة تكون جرا نتاع اف اكس ناقص ايكراك اللي هو المعادلة نتاع دلتا على اكس دي اكس، هادشي كلو مضروب في الوحدة شنو هي؟ هي سنتيمتر، اتونسيو هي جوج سنتيمتر كلو سيكمان، لحقاش عندنا الوحدة هي جوج سنتيمتر. دونك اس تساوي تكامل اف اكس ناقص اكس، اف اكس ناقص اكس كما هي، ديجا بيناها شي حاجة، اي اف اكس ناقص اكس هي جي اكس على اكس بين قوسين واحد ناقص على اكس، نكتبوها او القيمة المطلقة نتاع جي دي اكس من واحد لجي دي الان اور على اكس فوق واحد ناقص الان x dx في جوج سنتر، يعني 4 سنتيمتر مربع، 4 سنتيمتر مربع تساوي الوغ كرمز ولا الار في لا. دونك هذا جي شنو هي جي؟ نعوضها بالقيمة تاعها، دونك هي عندي هنايا نقلو تماك، دونك جي اكس شنو هي؟ هي واحد ناقص إكس في اثنان، يعني تكامل من واحد لجدال، ألوغ من واحد لجدال أكيد الإشارة تاعها هذا باش نعيدو القيمة المطلقة، إكس موجب، هذه من واحد لأو لقيناها موجب، وجي سالب، وجي لقيناه سالب من واحد لأو ياك، يعني هاهي في الرابعة، من دونك جي سالبة من واحد صغير سالبة وهذا موجب وهذا موجب، دونك صغير لقينا بأن اف اكس ناقص اكس أصغر من الصفر الواحد صغير، يعني هنا راه سالب، يعني غادي نغير غادي ندير ناقص جي اكس على ناقص جي اكس على اكس واحد ناقص على اكس دي اكس في 4 سنتيمتر تساوي هاد ناقص ربعة نخرج على ربعة ناقص ربعة جي إكس نعوضها بالقيمة تاعها واحد ناقص إكس استثنان في واحد ناقص ألان إكس على إكس في واحد ناقص ألان إكس دي إكس سنتيمتر مربع، إذا تساوي نمسحها لليمين وما تنساوش هذه لقيناها كتساوي على جوج، يعني تساوي أ تساوي ناقص أربعة تكامل من واحد لجدر أ، ألور هذه نقصناها واحد على إكس واحد ناقص على إكس ناقص هذه تختزل إكس مع إكس واحد ناقص على إكس مع واحد ناقص إكس تبقى إكس.
تساوي ناقص 4. دونك هذا ديجا حسبناها في شلقينا المهم انت نبسطو في تكامل نوع الجذر نتاع واحد على اكس واحد ناقص اكس دي اكس ناقص تكامل نتاع اكس دي اكس مع الجذر في سنتيمتر وربع تساوي ناقص 4. هذه ديجا حسبناها شنو لقينا على جوج ناقص الأصلية تاع إكس هي واحد على جوج إكس تساوي 2 ومعملة في الحساب وتصححوها يعني ناقص 4 على جوج ناقص ناقص زائد 4 على جوج هي زوج إكس تساوي 2 في الأو اللي تقلنا أو ناقص واحد ما غلطت في شي حاجة أسوأ على جوج وكان ناقص ضربت من هادي بقات غير هادي صافي هاديك سنتيمتر مربع خاص يكون على موجب إلا كان سالب راني غلط يعني كتساوي جوج أو ناقص زوج ناقص 4 سنتيمتر مربع انتهت الكبيرة نعطيك متتالية إن معرفة بما يلي دونك عندنا السؤال الثالث الكبيرة عندنا إن إي زيرو يساوي جوج إن زائد واحد كيساوي إف إف إن لكل إن ينتمي إلى الآن السؤال واحد بين ترجع أن واحد نبين أن إي إن محصور بين واحد وألفا لكل إن ينتمي إلى الآن من أجل بدأوا جاوبوا من أجل بسرعة إن تساوي صفر لدينا إي صفر تساوي جوج شنو معنى إي صفر تساوي جوج يعني أي راح إي صفر محصور بين واحد وألفا علاش لأن ألفا كتساوي جوج فاصلة محصورة بين جوج فاصلة جوج وجوج فاصلة ثلاثة عقل مزيان ألفا محصورة بين جوج فاصلة جوج وجوج فاصلة ثلاثة راه كاينة هنايا ألفا محصورة بين جوج فاصلة جوج وجوج فاصلة المهم هي صحيح نهار هذا يساوي جوج يعني راه صغر من جوج فاصلة جوج ياك دونك الشرط الأول تحقق نفترض أن إي إن ثم الخطوة الثانية نبين أن إي إن مزيان باش نبينو هادي بالطريقة اللي عطيتها راه صالحة هنا غنستعملو الدالة ولور لدينا شوف إي إن من الافتراض لدينا إي إن بصورة واحدة وألفا يعني مادام هذا محصور على الفا وباش نوصل لان يعني زائد واحد خصني ندخل اف يعني اف لي واحد اف لي حقاش ان زائد واحد كتساوي اف اف لي الفا يعني اف لي واحد شنو لقيناها هي واحد اف لي ان هي ان زائد واحد اف لي الفا فين هي أبلي ألفا أف لي إكس لقينا هاياك أف إكس كنلقى هناك ممكن إذا أف لي ألفا أف لي إكس هي يعني راه هي كتساوي لنا ألفا زائد جي لي ألفا على ألفا في واحد ناقص الألفا علاش يعني هذه كلها زيرو لأن جي ألفا كتساوي زيرو جي إكس تساوي زيرو إلا كان إكس يساوي ألفا يعني جي ألفا يساوي زيرو هذه تساوي زيرو يبقى لنا يعني إي إن زائد واحد محصور بين واحد وألفا لحقاش هذا زيرو علاش كتبت هذه نقدر تقولو لأن إف لي إكس كتساوي إكس لأن إف لي إكس ناقص إكس شنو كتساوي؟ كتساوي جي لي إكس على x واحد ناقص
اكس، وهذا ناقص اكس اللي هنا تكون زائد اكس. يعني اف لي الفا هي الف، هي اف لي اكس هي اكس زائد جي اكس على ذلك، او اف لي الفا هي الفا زائد داك التخمين، خاصها هي دونك تقدر تضطر هكاك. صحيح هي جاوبنا على السؤال. دونك اذا العبارة صحيحة من اجل ان زائد واحد، وبالتالي فإن ان الواحد الفا لكل اكس او لكل ان نسميها ان. جاوبنا على السؤال الاول. السؤال الثاني بسرعة، اسمحوا لي كنزلوا لان دابا عاد سالا امتحانات وطلبوا مني تلم نصحح، وانا عندي يعني حوايج اخرين هذاك الشيء باش راني كنزل. المهم هو تفهموا غير بان الامتحان راه سهل غير بطريقه مختلفه، والاسئله يعني متنوعه نوعا ما، ماشي بحال الالغوريثم اللي كنتو تخدموا بهم قبل. هذا هو الفرق، هي الالغوريثم بدلوا لكم في الدوال اللي يعطيكم اولا الداله المساعده، عاد يعطيكم الداله اللي كدرسوها اليوم قلبوها الداله المساعده راه في الوسط، هادشي باش جاتكم شي صعيبه. والامور واضحه اللي فهم الدرس راه ما يلقاش حتى شي حاجه. السؤال زوج بين انه متبريه متناقصيه، دونك زوج باين ان بيان. شنو هنا عطاك مساعدة؟ استعمل نتيجة السؤال ثانيا زوج جيم، جوج كبيرة جوج جيم، يعني اف اكس ناقص اكس اصغر او يساوي صفر. لدينا اف اكس ناقص اكس اصغر او يساوي صفر على شنو هو المجال؟ على واحد الفا، واحد الفا داخل المجال ياك. يعني إذا كان عندنا شي عدد من واحد الفا كما ان، كما كان هذا العدد هي محصور من واحد الفا راه كيحقق هذا الشرط. يعني مادام الفا مادام ان محصور من واحد الفا، يعني نقدر نطبق عليها الخاصية اف ان ناقص ان راه اصغر او يساوي صفر. شنو هو اف ان؟ هو ان زائد واحد. إذن صافي تناقص الفكره كتبان لك بسرعه. دابا انا اول مره نشوف الامتحان، ماشي زعما راني شتو خدمتو في الوسخ، لا ما خدمتوش في الوسخ، رميت على عيني بسرعه. ودابا ملي بديت نخدم بديت نخدم يعني بدون اي مشكل. علاش؟ انا كنقول لكم خاصكم تفهموا وما غاديش تلقاو مشكل. اما الا بقيت كتخدم تمارين بزاف وكتحفظ التمارين يبدلوا لك غير السيناريو تبقى تشوف ما غاديش تخدم. نحاول تفهم باش تقدر تخدم. السؤال ثلاثة، استنتج أن الأيام متقاربة وأن ولا واحد لنهايتها. إذا نبداو نبينو أن الأيام متقاربة، لدينا أيام تناقصية ومصغورة، أي متتالية تناقصية ومصغورة يعني راها متقاربة محدودة عندها واحد ليميت، ومصغورة ب، باش مصغورة؟ بي ان مصغورة بواحد. إذا بي ان كدايره عفوا متقاربة، ثم استنتج النهاية. دونك بي ان متقاربة، و مادام بي ان متقاربة و اف ولا هو اي ان تساوي اف اي ان، و اف هاد الاف خاصها تكون متصلة و مي متصلة على ممكن متصلة المهم ماشي مشكل على دونك باش نحسبو صورة المجال نبينو لها تعرف فيها كي دايرة تنقص و تزيد اف على المجال واحد الفا فين كاينة اي ان واحد الفا تزايدية و تزايدية على واحد الفا و اي زيرو و اي زيرو كتنتمي لواحد الفا. باقي لي الشرط واحد هو نحسب اف الفا، اف صورة المجال القادمة هاد المجال، و اف لواحد الفا
خصني نبقى هضر هنا واحد الفا كيساوي مادام التزايد ديالها كيما قلت لكم التزايد ديالي كيعاود على التسهيل افلي واحد افلي الفا كيساوي افلي واحد هي واحد افلي الفا هنا هي الفا افلي الفا هي الفا ياك شرحنا ضمن واحد الفا يعني اف اي ضمن اي اذا ليميت نتاع اي ان بحيث اف ال تساوي ال وكاف ال تساوي ال يعني اف ال ناقص ال تساوي صفر يعني شنو هي اف ال ناقص ال شنو هي اف اكس ناقص اكس هي جي اكس على اكس في واحد ناقص ال اكس يعني جي ال في ال على واحد عفوا على واحد ناقص ال ال تساوي صفر هذه من كشتا صفر يبقى لي بصوي صفر يعني جي ال صفر صفر وفوقاش شكون هما الاعداد اللي جي الصورة نتاعهم كتساوي صفر يعني ال كيساوي واحد او ديجا لقينا هاد الحلول سو افا شوف مزيان و شنو كنعرفو على ال تناقصية يعني لكل ان ينتمي لان اي ان اصغر او يساوي اي صفر هنا تناقصية اي صفر اي صفر شنو هي اي صفر هي زوج اصغر او يساوي اي صفر اي زوج اذا هنا عندي جوج ديال لي ليميت مايمكنش يكونو بزوج اما هذا اما هذا دونك بما انها تناقصية على اي ان اصغر من اي صفر يعني اي ان اصغر من زوج ودونك الواحد هو يصغر من زوج لان الفا اكبر من زوج اذا ان سواء اي ليميت ديال اي ان كتساوي واحد اي نتمنى لكم النجاح وعطلة سعيدة وبالوفاء.